أخبار اليوم. أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة. إن القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة سوف تعبر قناة السويس. أعيدها تاني عشان يسمعوها ناس. إن القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة سوف تعبر قناة السويس لتولي مسؤوليتها الوطنية على الضفة الشرقية للقناة. الزعيم من غير ما يحلف عمر الزعيم ما يقول ويخلف. قالها الزعيم من غير ما يحلف عمر الزعيم ما يقول ويخلف. من القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. حرب العام 73 اجتمع العرب. طبعا رجعنا الحرب رجعنا. بعد ما رجعنا انا رجعت على مدرسة الفرنسيسكان بالاسماعيلية. يا دوب لبسونا ابلات نظيفة وحلقنا دقنينة وبتاع وادوني سريت. انا دفاع جوي اصلا. يعني سلاح دفاع جوي. فادوني سريت 14 ونص رباعي. وخدوني على اطلع على بورسعيد وبورفؤاد. وانا ماشي في بورسعيد على طريق من الاسماعيليه على طريق القناه. في طريق اسفلت يمينه القناه وشماله الترعه. وانا متحرك بالسريه بتاعتي بعربيات ومتحرك بيهم. العدو ضرب بيضرب الاسفلت علشان يفتح الترعه على قناه السويس عشان المية تنزل في قناة السويس. والترعة دي هي اللي بورسعيد بتشرب منها وبتأكل وكل حاجة منها وتغسل منها. المهم وصلت قعدت في الرسوة 3 أيام. قالوا لا ده انت هتطلع على حتة اسمها القطع، طريق القطع. طريق القطع ده على البحر الأبيض المتوسط. طريق كده من بور فؤاد بعد ما نعدي من معدات من بورسعيد من بور فؤاد. طريق القطع على البحر المتوسط يمين وانت وشك كده لسينا يبقى شمالك البحر المتوسط ويمينك الملاحات. معنويات وهجيب لكم حقكم وهجيب لكم بتاع والكلام ده. ومشي الفريق صادق ايام كان مدير المخابرات الحربيه قبل ما يتولى منصب وزير الحربيه وقعد معايا وفتر معايا في الموقع. المهم انا شغال دفاع جوي بال14 ونص. ال14 ونص الرباعي ده المدى بتاعه يعني ما يحصلش الطيران اللي عالي. هو بيضرب طيران الواطي. ليه بيضرب الطيران الواطي؟ لان الطيران الاسرائيلي بيجي واطي علشان الرادار ما يمسكوش والصواريخ ما تطلوش. فاحنا بنضربه بيرفع فوق الرادار يصطاده الصاروخ ايه ينزل. ابتدت معركه العش. قالوا ده في ناس جايين على معركه القوات الاسرائيليه جايه على طريق راس العش. فقلبوني من دفاع جوي الى ارضي اضرب ارض ال 14 ونص. وهو ال 14 ونص المقوله بتاعته الله بيرحم والرباعي ما بيرحم. واشتغلت ارضي مع كتيبه الصعقه اللي موجوده هناك ولحد ما خلصت معركه راس العش ومات الله يرحمه الجزار قدامي. وابتديت ايه خلصت المعركه ابتدوا يودوني على الدفاع الجوي تاني بتاع
بورفؤاد واحتليت. رجعت بقى للرادار سناين وحاسب 6 سنين ومدفع 100 ملي واحد، رجعوني على سلاح الاصلي. وقعدت في بورفؤاد في حته اسمها بلاج الاطفال. بعد ما قعدت في بلاج الاطفال كان في طياره، طيار اسرائيلي وقع في الملاحات، فروحنا نجيبه. الطيار بيبقى معاه جهاز بيكون، مش بيكون كده ست اللي هو حدد، جهاز البيكون ده اللي بيحدد مكانه. رحنا نجيبه، كان الطيران الاسرائيلي جاي ياخده، الهليكوبتر جاي تاخده، فشافتنا ضربت علينا، اللي اصيب اصيب وكده. بس الطيار خدناه من الملاحات وديناه على مكتب مخابرات بورسعيد. اصبت اصبت اغمى عليا، والكلام ده منشور في مجلة النصر للقوات المسلحة، ان المقاتل سعد جديد فقد الوعي بعد الاصابة، واتنقلت بهليكوبتر من بورسعيد على مستشفى المعادي القوات المسلحة. قعدت في القوات المسلحة، بصيت لقيت الفريق محمد احمد صادق ساعتها حاليا دلوقتي كان اتعين وزير الحربية. الوقت اللي حضرتك قابلته فيه ده بعديها بقى بفترة بشهرين ثلاثة. فلما جه قال لي الله مش انا اللي فاطر معاك في القطع، قلت له ايه يا فندم. اللي مو بعد كده، فانا ساعتها في الحاله ديت حصلت على وسام نوط الجمهوريه من الطبقه الاولى ونوط الشجاعه من الطبقه الاولى معايا. مين اللي سلمه السبب؟ نوط الجمهوريه من الطبقه الاولى انا واخده من جمال عبد الناصر. او موجود عندي من تحت. ده كان سنه 70. قبل ما يتوفى. ونوت الجمهورية ده برضو طبقة أولى، باخد عليه فلوس على المعاش ومعلقه في البيت، وهو والشجاعة ومبسوط منهم وكلهم وقدم لهم التحية يعني. أخدت هذا نوت الجمهورية وأنا شاب صغير عندي 21 سنة. لما شاب واحد عنده 21 سنة ياخد الجمهورية طبقة أولى، يبقى أنا كنت بعمل أعمال مجيدة زي ما مكتوب فيها بالظبط. اخدت بعد كده نوت الشجاعه، جه الفريق صادق قال لا ده يروح يترشح المخابرات. اترشحت ورحت المخابرات من ملازم اول. انا دفاع جوي، خدمت سنتين في الدفاع الجوي، ونقلت من الدفاع الجوي للمخابرات حتى نهايه خدمتي. حتى ما حضرت طلعت لواء. لواء لواء في الجهاز. مدير اداره. لا كنت نقلت حته تانية هقول لك عليها دلوقتي، لان انا لسه سايب شغلي من 5 اشهر. انا عضو اللجنة التنفيذية للمفاعل الذري، بديت مع الدكتور ابراهيم من اول الارض الرملة لحد ما عملنا المفاعل الذري الجديد، مفاعل البحث مصر الثاني الجديد هو والنظائر المشعة. بعد كده رحت المخابرات، كانت موجودة المجموعة 39 قتال. مجموعة 39 قتال دي فرع من فرع المخابرات الحربية، مش من الصعقة، اللي هو بقيادة الله يرحمه الشهيد إبراهيم رفاعي ومحي نوح وحسن العجيزي وعلي ناصر وخليل جمعة ورفعت الزعفراني، أسماء كتير عشان ما ننساش أسماء كتير. لما خدمت في المخابرات كنت بمدهم إداريا، فكنت ملتحم بيهم، لأن كان مكتب اللي هو رفعت الزعفراني يميني، ومكتب اللي هو حسن عجيزي شمالي، ومحي ونيح كان قريب وكده وبتاعه الكلام ده، لحد ما اتفكت المجموعة 39 قتال، وبرضه الضباط بتوعها تنوم في المخابرات. تصادف الزمن ان انا اطلع على مكتب مخابرات بورسعيد في حرب 73 قبل الحرب. يعني 67 سيادتك كنت في بورسعيد؟ لا 67 راجع من سينا، الاستنزاف كنت في بورفؤاد وبورسعيد في القطع وراس العش. تيجي مرور الزمن ان انا اخدم في مكتب مخابرات بورسعيد قبل الحرب. كان في اسرى والكلام ده كله، بنحول اسرى والكلام ده كله، والله يمسيه بالخير اللي حطني في مكتب مخابرات بورسعيد كان اللواء بدر حميده، عضو من قياده الثوره، كان نائب مدير المخابرات الحربيه، وكان اياميها اللواء فؤاد نصار مدير المخابرات الحربيه. دور المخابرات الحربيه كان دور قوي جدا، كان دوره قوي جدا، تجهيز معلوماتي عن الأسرة اللي بتيجي ديت،
في استجواب اولي ومبدئي، بتاخد معلومات سريعه تمد بيها القوات قدام، وتيجي بتتحلل في المخابرات وبتتوزع على جميع الاجهزه الساديه. احتفالات اكتوبر، انا حاسس السنه دي ان انا في مزاج خاص ليا كمحارب وكمقاتل، يعني لا الفرق، ما كنتش حاسس بفرق الوقت كده، حاسس له مزاج جميل، وحتى في الاعلام والتلفزيون. رجعت الامن السادات تاني. الله يرحمه الله يرحمه. في ناس كتير كانت بتهاجم الرئيس السادات ما هو في ناس بتهاجم دايما الناجح وكده، الناس بتهاجمه وتحدفه بالطوب، النخلة فيها ثمر بتتحدف بالطوب عشان تعمل. وبعدين كل الناس دي كلها بتحارب وتتخانق وتشتم عشان المناصب والرئاسة كله، حتى في أي مؤسسة. وجهة نظر حضرتك، من هو القائد العظيم الذي لن ينساه تاريخ المؤسسة العسكرية على الإطلاق؟ جمال عبد الناصر وأنور السادات وعبد الفتاح السيسي لن يتنسى. بسم الله. أبنائي من الضباط والجنود، أحمد الله، فقد كنت واثقا أنني سألتقي بكم في مثل هذا اليوم وتحت أعلام النصر، ففي آخر لقاء لي معكم ذكرتكم بأن شرف مصر أمانة في عنقكم، ولقد أديتم الأمانة وصنتم الكرامة ليس لمصر وحدها، وإنما لأمتكم العربية بأكملها.